التابعين، قالوا الحمل والمرضع يطعمان ولا يغضيان. وعندنا الائمه الاربعه ابو حنيفه مالك الشافعي احمد قالوا الحمل والمرضع يغضيان. يبقى دي الخيارين عندنا مذهبين. يبقى اذا اخذت براي الصحابه قضت اطعمت 30 مسكين، اطعمت مسكين كل مسكين تدي 35 جنيه خلاص قضت عليها ما عليها صيام. قال اخذت باير الامه تصوم تقضى ما عليها اطعام. تختار واحده من الاثنين دي. وده كله للعلماء كبار ومعتمدين من اهل الحل والعقد. والاطعام اللي هو اليوم 35 جنيه ولا بد بالعدد عليها مثلا ضربت لقت 3 شهور ل 90 يوم 3 شهور تطعم 90 مسكين ما تديها لنفر ونفرين. اي بالدقه عشان يكون مع ربنا يقبل منها. يبقى تختار ان طيب. صامت قضت تقضي الصيام بالاقساط يجزيها. قالت باخذ براي الصحابه اطعم يجزيها. يمكن يكون لو حاولت تطعم يا شيخنا القروش دي بتكون كثيره خلاص يعني ما بقدر. طبعا نحن ادينا خيارين القدره القدره الماليه لو كانت القدره الماليه ما في يمكن عندها امكانيات. لو عندها امكانيه ما في مشكله. الناس في اغنياء ما شاء الله. لو ما عندها اي نحن وضعنا للخيارين. تختار واحده من الاثنين. طيب ان شاء الله وضحت لك الصوره يا ام عمار. طيب نرجع لموضوعنا يا شيخنا اللي هو الصبر على الاذى. وصبر على الأذى ده أنت بديت الكلام فيه عن ضربت مثل اللي هو قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء فتح مكة. لكن مرات في عفو ظاهري. عفو ظاهري والأجواد دخلوا وناس وصلوا لصيغة مشتركة إنه يا أخي المشكلة دي خلاص اتحلت. لكن أحيانا الناس ما بينسوا في قلوبهم. صح. يعني المفروض الزول لما يعفي يعفي ظاهرا وباطنا ما يعفي بالخشم بس وبالقلب فيه شيء. وكثير يجي الناس يجاويد عشان يصلحوا ناس متخاصمين أسرة مع بعض حصلت مشكلة يجاويد ينصحوا ينصحوا في الآخر يصالحون. في ناس بيصالحوا يدعافوا ظاهرا وباطنا يرجعوا لمودتهم محبتهم دي الأفضل الناس. وفي ناس بعض الجاويد يفوت يقول لك أنا صالحته بالخشم لكن البطن خمرانة. بطن خمرانة معناته القلب ما فيه هنا قدام الناس ساكت. يبقى ده معناته خيانة. وعدم يعني صدق في الوعد وكده. عفيت عن خلاص تعفي تنسى طوال أزول يعفي. يبقى الحل ما حياخذ أجر الثواب وما أرزال برضه مقاطع. لأن لازم العفو تعفي ظاهر وباطن. نعم دي محتاجة لتوضيح برضه يا شيخنا. لكن معنا عبد الوهاب من أم درمان. مرحب يا عبد الوهاب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمكم إن شاء الله. الله يفتح عليك. ربنا يوفقكم إلى ما فيه الخير إن شاء الله. الله يبارك فيك. سؤالي بس بالمختصر عن تربية الحيوانات في المنزل. بالأخص الحيوانات الكلاب والعصافير المحبوسة داخل القفاصة. فحكم الدين فيها شنو بالتحديد؟ وشكرا جزيلا لكم. كده سؤالك قلت شنو بالضبط؟ تربية الكلاب. السؤال عن تربية الحيوانات في المنزل. بالأخص الكلاب. كويس. وعصافير الزين المحبوسة داخل القفاصة. فالحكم شنو فيها؟ الحكم جدا. سمعت شيخنا سؤال يعني تربية الكلاب. أول حاجة تربية الكلاب حرام ومعصية كبيرة. لذلك يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم من قيراطان. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أو كلب حرث. يبقى هنا دائما الحديث وحديث كثير في صحيح البخاري ومسلم انه ربنا الشرع يرخص لسعة الكلب لثلاث انفار بس. الزول الاول عنده هوايه في الصيد. عنده كلب يدرب على الصيد يمشي الغابه يشوف الغزاله هناك بسم الله الله اكبر اشكع يرسل الكلب. الكلب يمشي يبكى الغزاله صاحي يضبح الغزاله. ده كلب الصيد يجوز رخصة بس لكلب الصيد. النوع الثاني يكون عنده قطيع من الماشية يسعى كلب عشان يلم البهايم ويحرس له البهايم من الحجطة الحيوانات الثانية. ده برضو يرخص لي. الزول التالي عنده مزرعة برضو يحرس يسعى كلب عشان يحرس له المزرعة من الحيوانات الضالة. بس الثلاثة ديل الشرع يرخص لهم بسعية الكلب. طيب حرست البيت أي زول يسعى كلب بغير الثلاثة ديل كل يوم تشرق فيه الشمس ينخصم من أجره قيراطين من الأجر. والقيراطين قدر معلوم عند الله تعالى. يقول لذلك يعني ما بعدين الكلب كمان خشم
خشم نجس. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إن أحدكم إذا ولق فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. حتى الشافعية شدد تشديد شديد في نجاسة الكلب، قالوا الكلب برد في الشارع المطر صبه جسمه تبلى يندحك في جلابيته، جلابيته تغسلها 7 مرات واحدة من بالتراب. هاي دخل لعب لحس في صحن الطفل أكل وخلى الصحن يا الكلب لحس فيه الغسل نغسله 7 مرات بالتراب. يبقى لذلك سعاية الكلب أخواننا دي تضيع لسوابكم. شوف كل يوم تتخصم منه قراطين من الأجر، خسارة كبيرة. بس كمان بقى التجارة، ما احنا وضحناه. نجي بعد كده اللي العصافير اللي هي تربيه العصافير فيها يعني طبعا حبس الحيوان وحبسه صبرا حرام قطعا من الشرع، نهى انك نجيب الحيوان نحبسه لا ناكله ولا نشربه. جعلنا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عزبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي اطعمتها وسقتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. يعني عندها كديس الظن عملت لها غلطه، قالت منها بسبسيب او خطبت لحمه، دخلتها في صندوق وطبلتها، خلقت ما ماتت الكديس دي بالجوع والعطش. هنا الشرع حكم عليها يوم القيامه حتدخل نار جهنم بسبب تعذيب الكديس. والامامين القرطبي والنووي قال: ويلحق بالهره كل حيوان محترم. اي حيوان محترم الزول يعذبه بطريقه الحبس، يمنع من الاكل والشرب لغايه ما يموت، ربنا يعاقبه يوم الغام ويدخل نار جهنم. نجي للعصافير دي اللي بالزينه بتاعت الزينه دي، يعني بس انا بقول شنو بتشغل الزول عن طاعه الله؟ يقوم ياكله ويشربه وكل يوم يشرب عليها ويجيب لها الاكل ويعمل لها وكذا، يعني بتشغل الزول من الطاعه. وما بنقول حرام، لكن بس ما تخليها تشغلك من عباده الله له. وبعدين الثاني حاجة بتصرف عليها مصاريف كثيرة. والصرف ده الورشة اللي بصرفها على الطيور دي أنا مديها لإخواني المساكين أولى. لكن ما بنقول حرام، لكن ما دام أنت بتأكلها وتشربها ما بنقول، لكن بتشغلك عن طاعتها. احنا شايفينه الآن في السوق، الآن حتى في سوق درمان والأسواق الكبيرة دي بيبيعوا عديد بيقة ريمبول، طبعاً بيبيعوا بتجارة، شغل تجارة، تجارة يعني. طيب نربط موضوعنا أول سؤال آخر من أم عمار عن رمضان. في واحدة قالت: يا أخي في رمضان الفات ده قالت إنه كانت فاطر بعذر نهاية رمضان، لما الناس اختلفوا في الصيام والعيد يوم العيد حصل لها، يعني هي طبعا كانت فاطرة أصلا، لكن لما جات قضت في بعد رمضان قضت يومين، كان على زي 3 يوم. لكن تقضي اليوم ده لين هي فطرت عن طريق الخطأ، لأنه إحنا عندنا لجنة التحري رؤية العيد، قالوا العيد الأربعة ما الثلاثة، هي أخذت براي دولة تانية وفطرت. لا، إحنا هنا القاعدة بتقول لكل بلد رؤيتهم. نحن هنا مطالبين بنسمع كلام لجنتنا اللي حسب القاعدة اللي بتقول لكل بلد رؤيته. السعودية ثبت، نحن عندنا ما ثبت، لجنتنا قالت ما ثبت. يبقى نكمل شعبان 30 يوم، يعني على أي قضى اليوم ده على قضى اليوم، أي زول فطر مع السعودية على قضى يوم. طيب فيما يتعلق بالعفو يا شيخنا، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. أتكلم على الجملة دي وكيف إحنا محتاجين لهذه المسألة. طبعاً يعني أخلاقنا تكون عالية. هاي صح، يعني المال ما بيكفي إنك تجذب قلوب الناس. أي تجذبهم بشنو؟ بالأخلاق الحميدة، بالمعاملة الحسنة، بالكلام الطيب، بالفعل الطيب، بالقدوة الحسنة. دي تكسب الناس. لكن بالمال ما بتكسب الناس. إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم وبأعمالكم. في سؤال برضو، واحد قال لمرته: أنت طلقانة وحرمانة. طلقانة وحرمانة. يبقى هنا دام ده اللفظ الصريح المنجز يقع الطلاق فورا. قال لا طلقانة، وقعت الطلقة. أما كلمة حرمانة دي يمين، عليه كفارة يمين. يبقى وقع الطلقة وعليه كفارة يمين، استغفر لأنه حرم حي ربنا حلل ليه، كفارة يطعم 10 مساكين. قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني وقعت الطلقة وعليه كفارة يمين. الطلقة وقعت والكفارة. طيب نأخذ معنا من السعودية سامي. مرحبا يا سامي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
سامي معك يا استاذ، كيف حالك؟ اهلا وسهلا يا سامي. كيف اسعدكم في برنامجكم الطيب يا اخي. الله يبارك فيك. تحياتي للشيخ احمد. يصل ان شاء الله، تفضل يا سامي. الله يكرمك يا اخي، بدي اسالك سؤال. بالنسبه للوالده والدتي تمام متزوجه راجل ثاني. نعم. والدتي والدتك اي متزوجه طبعا راجل ثاني. ما سمعتك والله. فداير اسال الشيخ بالنسبه للوالده، يعني والدتي متزوجه راجل ثاني يعني. انا ما سامعك كويس حقيقه، وضح شويه. الوالده ما اقول الو... الو والدتك متزوجه راجل ثاني؟ اي والدتي متزوجه راجل ثاني. اها. فالوالده بس انا كثر ما احاول اطيعها وارسل لها المصاريف كل مره واحول لها الفلوس كل مره، فبشوف زوجه كل مره يعني بيتكلم له كلامات عجيبه، وكانت كل مره الوالده بتكون تزعل مني، ما بتواصل معي، بيقطع مني يعني سلام وحي، يعني رغم انه انا ما مقصر معه والله. عندك كل مره انا يعني دي عشان باخذ رضاه وكذا، كل مره انا برسل له يعني برسل له بحول له الفلوس عشان اخذ رضاه. اي فزوجه ده كل مره بيتكلم عنه كلام، ولدك ما ولدك ويو. وكنت ناوي اجيب العمره السنه ده، سبحان الله ربنا ما اراد يعني، كان كذا مرض جيت السودان. فقلت له الوالده ان شاء الله خليها السنه الجايه، انا ايام مريضه عشان جاي اتعالج في السودان. ان شاء الله المره الجايه بيجيبك العمره ان شاء الله موجودين، وربنا لما يعيد ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يشفيك اولا يا اخ سامي. المشكله يعني مع الله يشفيك انت يشفيك الله يخليك. المشكله مع زوجه والدتك يعني معه. وجيت السودان يعني جيت السودان يعني حتى الوالده بقت ما تتصل علي. ليه؟ وبدات تكفرني وزعلان، انت ليه ما جبتني في العمره ومش عارف. يرد عليك. نعم. طيب خلاص الشيخ قال فهم كلامك، خليه يرد عليك. هو طبعا الزوجة أمه متزوجة راجل تاني، قد يكون أبوه متوفي أو طلق أمه، أمه متزوجة راجل تاني، هو مغترب بيرسل لها مصاريف ويلبي لها طلباتها، دايرة دواء دايرة حي الدنيا، لكن أمه ما مبسوطة منه. يعني تكلفه بأكثر، ومرت تقول له كلام كعب وحاجات كده. نقول لولدنا ده ما دام أنت قائم بواجبك نحو أمك حسب استطاعتك، ربنا هو اللي بيحاسب العباد. أنت ما عليك شيء، بار بأمك بل ثوابك يكون أكثر تواصل. أمك دي تدعيك تشتمك تقول لك أنت مقصر في حقي، وأنت ما مقصر، واصل الدقدر حسب استطاعتك، بره حسب استطاعتك وبس. وذا الكلام اللي بتقوله الدعاء اللي بيسوي لك ده كله يزيد حسناتك ورب سبحانه وتعالى يديك الأجر والثواب العظيم. كثيرة قاعد تحصل كده من بعض الأمهات تحاول إنها تهرج زوجها ولدها، أنت مقصر في حقي وأنت كده، عشان يزيد ليها. وهو طبعا حب عندي إمكانيات. أنت قدر استطعتك برمك واحسن معاملتها وديها مصاريف حسب استطاعتك، وربنا هو بحسب العباد. وإن شاء الله يكتبك من البارين. في بعض برض البنات وبعض الله تقولون أنا عايزة في السرير نشيلنا وديها الحمام نغسلها وننظفها معاك تدعينا بدع الكعب. ما عافي منك يا بنات تدعينا برضو. نقول لك أنت ما دام قايمات بواجبك على الوجه الأكمل تاخذ من امك ان تغسلنا، انت مبررت بامك ان اجرك عظيم. الدعوه بتعمك ان دم يرتفع راس شبر، وربنا هو اللي بحسب العباد. يعني زوج يتحمل ويصبر. ايوه صح. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. هي دي الحياه اللي زول يتحملها. نعم. وفعلا والله المساله دار صبر شديد يا شيخنا. أي. سؤال اخر بعيد عن الموضوع، لكن قال أو هي أختنا خالدة بتزعل، قالت بنتها هي في المدارس الثانوية لكن بتستنثر وبتتمضمض مع بعض، يعني ما بتكمل المضمضة أول وبتعمل الاستنشاق والاستنثار، يعني بتاخذ الموية وبعد ذلك بتاخذ المضمضة والاستنشاق والاستنثار كلهم في يعني مرة واحدة. يا الطريقة دي ما صحيحة طبعا. في الوضع عندنا المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة، والمضمضة شيء زول يشيل الموية بخشمه يرجها بيمرق ثلاثة مرات. الاستنشاق زول الموية كده يشرب بين خرته
لكن دي حقة المضمضة براها آه. بعد ما ينتهي من المضمضة ثلاث مرات يجدد المويه من المويه دي استنشاق. دي الاستنشاق اللي شط المويه يعني من النخل. الشيء اللي بتعمل البيت ده خطأ يعني. أي خطأ لأنها هي تملئ إيدها موية تتمضمض بها وبموية المضمضة تستنشاق. لكن معناته أنا حقيقة سألتها قلت لها ليه بتعمل كده؟ قالت لي قالت توروم ليها كده. هاي لك الغلط آه. دبرة بتجدد الموية للم... بتاع المضمضة ما ممكن إلا إذا كان مليتيدة ما ممكن تكفي مضمضة ثلاثة مرات واستنشاق ما ممكن. إذا كان مليتيدة استنشقت ولسه في باقي موية ممكن تزيد كملت الموية تزيد لكن دبرة المضمضة براه لما بعد ثنتين منها حتى تبتدي في الاستنشاق والاستنساق. طيب يمكن يكون احنا دارين برضو نتحدث في موضوع التسامح ده في حياة الفرد والمجتمعات. يعني انا افتكر انه ان احنا يعني مرات الجو حار يا شيخنا وفي الشارع العام تلقى ناس المواصلات بكوركو وخاصة في رمضان ناس بيزعجوا شديد يعني الزول اقل شيء بيزعلوا. اي صح. نحن كيف نتحمل يعني تعب العمل وتعب الحر وانه نكون ناس مستسامحين؟ اي طبعا ده لابد الزول يتحمل دم الصبر. انما يوفق الصابرين انما يوفق صابرون اجرهم بغير حساب. الصبر يعني ربنا امر به يا الذين امنوا اصبروا وصابروا. يبقى الصبر ده معناته انك تحبس نفسك على طاعه الله. ما تخلي تفلت منك كلمه سبل ولا شتيمه لاساءه لزول ولا تعدي على عرض زول ولا قطيعه فوزول ولا شتيمه فوزول. زول يتحكم في لسانه بين التعامل بين الناس حسن الخلق. أيوة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وحسن الخلق لخص العلماء في كلمتين اثنين. قالوا حسن الخلق هو الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. والإحسان كلمة شاملة عامة لكل ما ينفع الناس والأذى كلمة شاملة لكل ما يضر الناس. شوف الحديث ممكن تألف منه كتاب. يا سلام. أي حسن الخلق والإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. والإحسان أنك تصبر على تحسن معاملتنا وتصبر على أذاهم تتحمل. متى قبل السيئة بالسيئة. ورضي الرسول عليه السلام في وصيته لمعاذ بن جبل قال له اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يا سلام. يا سلام. طيب معنا أم عايدة من أم درمان. مرحبا يا أم عايدة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. الله يبارك. العافية يا رب. نعم تفضلي. أنا سؤالي كنت حامل ومنه خلاص جدا على الوضوء بحلم إن أنا حاجيب بيت. نعم انت حامل؟ ايوه. يلا لا انا ولدت. صوتي بعيد. صوتك بعيد يا ام عايده. نعم. سؤالك يا ام عايده شنو السؤال؟ انا بحلم اني جبت بيت واسمها عايد. نحن ما قادرين نسمع كويس لانه انت اظن بتستمع لينا من التلفزيون عشان كده حقه تبعد شويه عشان نسمعك بالتلفون او اتصل. الو ده تنبيه حقه نحن نعمم على كل المشاهدين ونحن في كل حلقه قاعدين نقول الكلام ده انه لما تحاولوا تتصلوا بينا ارجو انه تستمعوا الينا من التلفون وليس من التلفزيون لانه في فرق بين التلفون والتلفزيون. التلفزيون طبعا البث بياخذ زمن عشان يصل القمر الصناعي ويجينا راجع ثاني عشان كده احسن نكون مباشر مع الساده المشاهدين من خلال اتصالهم بالتلفون. سنعود اليكم مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحب بك شيخنا مرة أخرى ونحن نتحدث عن موضوع مهم جدا في حياتنا هو بيورث الناس فضائل الأعمال وحب الناس وهو مسألة العفو. أيوة يعني أيوة. أنت لو لقيت زول بدل ما زعلته وبيعفو عنك أكيد مرة جاية ما بتغلط معه تاني لأنه تحملك. أيوة صح. نحن بنعرف أنه ليلة القدر أفضل ما يدعو به الإنسان هو طلب العفو. ما صحيح. يعني كيف أنه العفو ده فعلا هو قيمة كبيرة. نعم. ما عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إذا رأيت ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عني. هاي العباد عبد عم الرسول عليه السلام قال يا رسول الله قل لي كلاما أسأل به الله. قال له سل الله العفو والعافية. يا سلام. أخذ مدة ثانية قال يا رسول الله تتأكل يعني يقول لي كلام أدعو به ربنا. قال يا عباس يا عم رسول الله سألوا الله العفو والعافية. أي اللهم سألك العفو والعافية. العفو من الله ما ربنا يحمل ذلك ويدخل النار ويدل صحة والعافية الاثنين دل خير كثير. يا سلام. والله حقيقة يا شيخنا نحن في حياتنا العامة أسلم يقول لك الزول ده رجل سهل رجل طيب. أي أي أي. يعني دي قيمة كبيرة جدا جدا. وفي ناس بتحاش الزول يعني الصعب الزول القاسي. قساوة القلب دي بتجي من وين يا شيخ؟ من عدم ذكر الله تبارك وتعالى. أي أبا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبعد الناس من الله القلب القاسي اللي هو قاسي عن ذكر الله. أي القلب يلين بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي زول ده وحي شكل النبي شكل للرسول عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه. فقال له أطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم. يا سلام. قال له قلبي قاسي عنيف تعامل بعنفي. قال له أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. بيطعم المسكين وامسح رأس اليتيم ربنا لي قلب. دي زي ما سموها دي روشتة جاهزة عشان ذول يعمل الأعمال الله. طيب طيب سامي يظن رجع علينا مرة تانية عنده موضوع أو سؤال تاني. مرحبا بك يا سامي من السعودية. الله يسلمك. بيبين لي سؤالين بس خسر الخطا زي شكله. ايوه اي تفضل. بسأل الشيخ بالنسبة لأسئلة الأرحام. يعني بالنسبة لأسئلة الأرحام يعني دي أمام بي أنا عمي و يعني خيلاني وعمي وعماتي دي يعني أنا طبعا زوجتي ساكنة في الخرطوم. ايوه. فأنا يعني دائما بتصل عليهم وشايف دائما يعني هم ما عارف لما يصلوا الخرطوم ما بيصلوا لأولادي في البيت وما بيجوا بيجوا العيائين من حتة ثانية يقوم يرجعوا يروحوا ما بيروحوا البيت. ما بيصلوا أولادي وما بيشوا بيطمن عليهم وفيهم إن أنا يعني بتصل معهم ما مقصر معهم. حتى يعني الوالد متوفي يعني ما بيطمن لما يجي في الخرطوم وكده بيقوم بيرجع بيقدم مشوار وبيرجع ما بيصلي يعني هو كاف في مقام ابونا يعني ما بيصلى وبيرجع. جزاك الله خير. شوف الحكم في الحته دي للشيخ والسؤال الثاني بالنسبه لزوجتي يعني. ايوه. فانا يعني في السنه بجيها 3 مرات يعني دار اشوف حقوقها حل انه انا يعني دار استفسر في انه اجازاتي كيف يعني بالنسبه لحقوق الزوجه. في السنه بتجي 3 مرات. قاعد اجيها في السنه 3 مرات. كويس. يعني شوف الاحكام شنو دارتها للشيخ. جدا جدا شكرا بالنسبه للزوجه. سامي فعلا اسئلتك يعني فيها تفاصيل كثيره جدا ومهمه في نفس الوقت. أي يعني هو قال صله الارحام واعمامه قال هو ما شاء الله يعني تواصل معهم حتى لو بالتليفون لكن هو حاسي انه هم ما مساله يعني فعلي انت صله الارحام يا العلي يعني طبعا عندي شك انه هم ما ولا عادي يجي بلد بدون بر أرحامك وربنا يديك الثواب وهم بطريقة نشيل شيء لبطنا بحاسبهم. انت عليك تعمل العليم ما بعيدهم زي ما في الحديث وتصل من قطعك. لكن يا شيخنا في ناس كثير انا ناقشت ناس في حاجه زي دي بيقول لي والله احنا مرات بنمشي لكن بنكون بحسابهم ما بيرحبوا بينا يعني ما في بشاشه خلاص بس يعمل العلي. أه. تعمل العلي كنت تمشي المناسبات اللي هي اللي بتخلي الناس يدخلوا على الناس. مناسبه المرض الفرح العرس حقيقه المناسبات المعروفه عندنا في السودان اللي بتخلي الناس يدخلوا على الناس ويتقابلوا في محل في مناسبه يسلم عليه بعض يتعرف عليه بعض وهكذا. يبقى دي المطلوبه. يعني نعم هو طبعا عندنا مثل بيقول لك بليله مباشر ولا ضبيحه مكاشر. ده مثل ضارب على الحياه يعني. يعني الزول مهما كان المفروض يكون بشوش. نعم. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة. صح. طيب سؤاله الثاني قال هو في السعودية طبعا وبيجي لزوجته 3 مرات بيسأل عن الحقوق.
اي كويس، ثلاث مرات في السنه معقوله جدا. هاي كثيره كمان، لانه المفروض يدول دي لازم مره واحده في السنه. اي لا في طبعا، هو طبعا الزول المطلوب من السنه ان يكون ولاده معاه وزوجته معاه ولاده معاه لتكمل الاسره وكذا، لكن مرات ظروف المعيشه ومضطر ما بيقدر عنده امكانيات يشيل زوجته وولاده في السعوديه معه، التكاليف كثيره بخليه، لكن بيجون في السنه ثلاث مرات أنا مرة كويس ما دام هي راضي وهو راضي كويسين. ودي نقطة مهمة، الرضا رضا الزوجة مهم جدا. أي التفاهم مع بعض. لكن الممنوع هو قاعد هناك في السعودية ما لقى شغل، يكون قاعد في الجمعية هناك ياكل على حساب الناس في الجمعية وأهله هنا دراجينه، الشغل ما لاقي. في الحالة أنت رزقك هنا ده، ما دام في هناك ظروفك ما ربنا ما سعى لك أنت تشتغل هناك طوال، معناته أنت رزقك هنا. في ناس كثيرين بيسافروا الغربة ما بتنفع معهم، يجوا هنا تنفع معهم، في ناس هنا ما بتنفع معهم تنفع لهم. يا أرزاق زي ما هاي، أنت لقيت الأمور ما سامحة تجي هنا ده ربك يكفل برزقك، لكن يقعد ساكت وما بيرسل لأهله وما لاقي شغل وقاعد عطال ساكت. يعني ناسي سامي ده لو هو المرأة معاه كويسة وما عندها مشكلة، ثلاثة رضيان بثلاثة مرات في السنة، ما في مشكلة. يعني خلاص ربنا إن شاء الله. يا ريت كل المغتربين يعملوا كده. نعم، جزاك الله خير أخونا سامي على السؤال المهم جدا. ده بخلينا نسأل سؤال تاني قريب من الموضوع ده. في ناس متزوجين بيقول لك زوجتين، واحدة في الخرطوم مثلا واحدة في الريف، وبمشي لا ديك بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور بكون قاعد الوقت كله مثلا في الخرطوم. يعني طبعا ده برضه ظروف، يكون في القرية هناك عنده أولاد هناك في المدارس وكذا ويقدر يجيبهم، وعنده زوجه، لكن دي كله 15 يوم في الشهر مرة مرتين يمشيلوا نزوله كويس. طيب هنا العدل وين يا شيخنا؟ ما العدل طبعا إذا كانوا هم موجودات هنا ده يبيت عندي ليلة وعندي ليلة، لكن ما ممكن النهارده عنده زوجة في وين؟ في مدني. كل يوم يسافر مدني، النهارده سافر يا تاني باكر بعد باكر يسافر. يعني العدل ليس في هو نعم إذا تم ترضى الصحة لا برضو قال من الجنابة والحيض، ويمكن يكون النسوان بيشتكوا يعني أو ما بيعرفوا تفاصيل كثيرة عن المسألة دي لتعقيدات الموضوع نفسه يعني كده الغاصب الشعب صح. طبعا قال تعالى وان كنتم جنبا يطهروا، يبقى على الجنب على الأغسل على الحيض عن النفاس فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ومن شروط صحة الغسل إزالة الحائل المانع يمنع وصول الماء إلى البشرة. الحائل عند النسوان يبقى أخذنا تتأكد في جسمه في خمسة حاجات ما في شان. نمرة واحد تتأكد ظهور اليدين ظهور الرجلين خليات من المناكير كت. أي عازل. نمرة اثنين تحضر ظهور ما في عازل. نمرة ثلاثة الوشم يكون فيه كريمان. نمرة أربعة الشعر الأسمن يكون فيه دهن. نمرة خمسة اليدين ما يكون فيهم كريمات فازلين. ها في الحالة دي إذا الحاجات دي موجودة في جسم، وأكثر نسوان عندنا الحاجات دي، قبل ما تدخل الحمام تزيل المناكير بالدواء بزيل المناكير. بعد ذاك تدخل الحمام تصبن بالصابون من شعر الرأس لظهور الرجلين، اشطفت من الصابون أصبحت الخمسة حاجات ذكرناها دي بقت ما في شان، يبقى الدسم إزالة الحائل المانع. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم بالماء الصافي الماء في رغ والصابون الماء الطهور بالجردل أو بالدش تغسل الكفين، بعدك بينوي تقول نويته بغلبة رفع الحدث الأكبر، تغسل المنطقة الواقعة بين السرة والركبة من جميع الجهات وتمرر الريد على المنطقة دي من السرة للركبة من جميع الجهات. نمرة اثنين وقف في محلها الكلام دي ينطبق على الرجل والمرأة، واقف في محلها بعد ما غسلت منطقة بين السرة تتوضى وضو كامل. بعد الوضو الكامل يعني من الرقبة اللي فوق ما تخلي لها ملي ناشف. نمرة أربعة تمسك الشق من محزهم من الظهر لقيت آخر أصبعها. نمرة خمسة الشق الشمال من الصر محزهم من الظهر لقيت من الصر متى تمسك الرقبة
اليمين لغايه القدم تحت، نوبيل غسلتها، الركبه الشمال لغايه القدم تحت، هذا الغسل كامل تمشي به الوضوء هذا. الزول يصلي ذاك الرجل بس ما يهبش العوره، هبش العوره وضوء انقطع يتوضا من جديد. ما هبش يمشي به وضوء يصلي، ده اسمه الغسل الكامل. نعم ان شاء الله وضحت الصوره دي. لو في استفسار انا برجع لك ثاني يا شيخنا. لكن معنا الان عاتكه من الجزيره. اهلا يا عاتكه. الو مع زراعتك قطع التلفون يبدو انه طيب. انا عندي استفسارات فيما يتعلق بالغسل. الفرق بين غسل الجنابه والغسل ليوم الجمعه. ايوه غسل الجنابه فرق بالاجماع. اما غسل الجمعه اختلف فيه العلماء على ثلاثه مذاهب. المذهب الاول قالوا فرض، المذهب الثاني قالوا سنه، المذهب الثالث قالوا مندوب. وده يدينا سعه لين زول لو اغتسل ما اغتسل بالجنابه وصلى صلاه بطل بالاجماع. لكن ما دام في بعض الناس قالوا مندوب، والمندوب هو يساب فاعل ولا يعاقب تاركه. السنه يساب وكذا. اما الفرض لابد يقول في الحاله دي غسل الجمعه ما دام فيه سعه. بعضهم قالوا فرض، بعضهم قالوا سنه. انا لو اخذت بانه مندوب واكتفيت بالوضوء وصليت الجمعة جمعته صحيح. ودي فيه ساعة. في ناس كثيرين يكون في محل الشغل ما بيقدر يمشي البيت يغتسل ويجي، لا في السوق ما بيقدر يمشي البيت يغتسل ويجي للجمعة، في سوق ده يتوضا ويصلي الجمعة صلاة صحيح. طيب لو قدر انه يعني مثلا يغتسل، هل الغسل ده يمشي يصلي به ولا لازم يتوضا ثاني؟ طبعا هنا ده في غسل الجمعة لازم اذا كان دخل لا يتوضا، لانه غسل الجمعة ما دام في خلاف يغتسل بعدك يتوضا. اما غسل الجنابه ممكن دخل تحته الغسل الشبكي. وضحت الصوره. طيب طيب يا شيخنا كده اشرح لنا. احنا اليومين طبعا ما شاء الله الخريف في بعض المناطق يعني جيد، وفي ناس كتار الان بيفكروا او يمولوا او بيع اسمه ما يسمى بيع السلم. ايوه وفي خلافات كثيره فيه او ما واضح داري له شرح شويه باعتبار انه المرحله دي مرحله تاسيس الزراعه. صح. بيع السلم اجازوه جايز بالاجماع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هيئ للمدينة وجد الصحابة يسلفوا في السنة والسنتين. وقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. دبع السلم أجازوا العلماء بالإجماع. والطريقة بتاعته نضرب لنا مثال. زول ما شاء الله عنده وادي دار يزرع سمسم وما عنده قروش وما عنده حق الحراسة وما عنده حق الكديت وكذا. يجي لي تاجر يا شيخنا أنا داري بيع ليك 20 طن سمسم. والتسليم السمسم جرى شهر 7 والحصاد شهر 4. شهر 11. أنا أسلمك السمسم شهر 11 20 طن. ال20 طن دي أسلمك في دكانك. هل تشتريها مني بكم؟ هتبيع لي تشتريها مني بكم؟ ده قام طق 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 قال لي بكذا مبلغ. واتفقوا على المبلغ. نعم. خلاص اتفقوا على ال 20 طن قول ب 100 مليون مثلا. نعم. خلاص يمضي عرض انا فلان الفلاني بعت للتاجر فلان الفلاني 20 طن سمسم التسليم شهر 11 في المخزن بتاع التاجر نفسه. وقبضت الثمن بمبلغ 100,000 جنيه. قبضته مقدما. خلاص قبض ال 100 جنيه 100 مليون ويمشي يحريت ويزرع ويوم شهر 11 يلم السمسم يسلم ال 20 طن سمسم للتاجر. ده اسمه بيع السلم. اي لازم يسلم سمسم ما يسلمه قروش ولا يغير. طيب فرضنا قام غير رايه بدل ما يزرع سمسم زرع أنا ذره. لازم يمشي من السوق يشتري سمسم بنفس المواصفات يسلمها للتاجر. طيب فرضنا الخريف ما طلع سمح الزراعة ما نجحت. ممكن يجي للتاجر يسترجيه إنه يغير السلم ده للسنة الجاية. أيوة. برضو أجازه. التاجر قال له يا زلمة ما أبغى تسلم لي سمسمي. يمشي من السوق يشتري سمسم يسلم. التزام خلاص. أي ده اسمه بيع السلم أجازه العلماء. نعم إن شاء الله وضحت الصورة فعلا. معنا أنوار من الشمالية. أيوة. أهلا يا أنوار. أيوة. تفضلي يا أنوار. معك أنوار بس الله. يا هلا مرحبا. ده زعل أنا في رمضان 30 يوم وأنا جيت أقدم الفطرة شنو بسوي؟ نعم. أنوار. ألو يا أنوار. معك أنوار قلت لك من رمضان 30 يوما. نجي أقدم الفطرة، أسوي شنو؟
صمتي 30 يوم. اها المشكله وين؟ من الشماليه. انت صمتي 30 يوم صح؟ كنت صمت رمضان 30 يوم وما قدمت الفطره. ما قد ما طلعتي أيوة. ما طلعتي ايوه ما طلعت الفطره يا استاذ. ايوه ايوه. كنت مستطيعه ولا ما كان مستطيع؟ كنت مستطيعه ولا نسيتي ولا حصل شنو يعني؟ خلصنا جاوبها. طيب معلش انوار قالت صامت الشهر ما شاء الله كامل. اي ما طلع زكاه الفطر. زكاه الفطر هي طبعا زكاه الفطر فرض وكتب بغروب شمسي اخر يوم من رمضان لطلوع الفجر. نعم. شمس رمضان اخر رمضان قالوا بكر العيد في الحته دي كان مستطيعه طلع ما مستطيعه سقطت عنا. طيب زول مستطيع انه قروش في البنك لكن ما عنده سيوله ما بتسقط عنه. لما يلقى السيوله يطلعها يستلف ويطلعها. لكن زول فتش يوم تقول باكر العيد فتش البيت كل ما لقى قروش. نعم. سقطت عنه خلاص عفى الله عنه. يعني نفسي اخوتنا انوار دي سقطت عنا؟ لا ما حسب نحن وضعناه للحل. اذا كان انت في يوم تقول باكر العيد ما كان عندك استطاعه سقطت عنك. عندك استطاعه يبقى ما طلعتيها لكن عندك استطاعه بيدين عليك ما بيسقط عنك. ما كان عندك كاش وعندك قروش في البنك زوجك حوادك واحد حيرسل لك لكن ما لسه بطلعها بعدين. يعني عليها عليها الان عليها عليها الا في حاله ما عندك جد. يعني بعد ممكن تطلعها خلاص تعتبر صدقه. طيب شيخنا احنا نحاول في ختام هذه الحلقه نتكلم عن الجزئيه المهمه فيما يتعلق بموضوعنا اللي هو العفو والصفح. يعني نذكر الناس بالمساله دي وفي ناس كثيرين شايف بيناتهم ضغائن وبيناتهم حروبات ومسائل ما بتستحق الكلام ده كله. يعني فعلا السفه يعني نحن بس بقطعه الرحم منتشره بين الناس. بشنو نمشي جامعة نعمل لنا درس في جامعه وفي هناك تلقى اكثر الاسئله عن قطيعة الرحم. معناته قطيعة الرحم دي منتشرة بين الناس كثيرة جدا. وهي من أخطر الأشياء. يعني عيبة يعني بتضر الزول في دينه وفي آخرته. وربنا توعد وعد حق إنه توعد الزول بقطع الأرحام إنه يطرد من رحمته. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقبالها. الإمام القرطبي قال من فعل ذلك أصابه الله بعمل بصيرة. يعني يرى الحق باطل ويرى الباطل الحق. يرى صلة الرحم حلال. لا حول ولا قوة. صلة الرحم حرام وقطيعة الرحم حلال. أداء لأنه أصيب باللعن من الطرد من رحمة الله. عشان كذا تلقى ناس هسه بعشرات السنين متخاصمين. أي وهم الصالح. وفي ناس عنيدين عناد شديد. القلب تغتر غتى القلب. عشان كذا نصيحة لي يا إخوان أنت تشوف زي الزول اللي عنده ملاريا يولد والملاريا مر إذا ما شرب وما بتعافى. أنت بتحس الناس دي ما بتقدر تصالحهم. لكن تذكر نار جهنم، تذكر انت قطيعة الرحم دي هتدخلك نار جهنم الحرارات اقدر نار الدنيا 70 مرة، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق في صحيح البخاري ومسلم، قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. لا حول ولا قوة. مهما صلى وصام حج 20 مرة، ومقاطع الأرحام ما حيدخل الجنة مع الهوج الأول، يدخل النار ياخذ جزاؤه في النار بسبب قطيعة الرحم، والمدة اللي بيقعدها في النار قدر شنو؟ علم عند الله قد توصل لسنين. كما ورد في الحديث فمنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منها ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها وأطولهم فيها مكسا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى. يبدأ هنا نصيحة لنكلم الإخوان خاصة النساء المتخاصمين ألحق نفسك يا زول صالح زولك ده حتى ولو غلطان عليك عشان تنجى من الوعيدة ذكرت لك. جزاك الله خير شيخنا الجليل ودي نصيحة مهمة جدا للناس في هذا اليوم في هذه الحلقة من برنامج فتاوى. نتمنى أن نلتقي بكم الأسبوع القادم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.